الحركة والسكون، الإعلام والقضاء، كتاب لرمزي النجار بيتناول موضوع العلاقة التكاملية بين القضاء والإعلام. المفروض الإعلام والقضاء يحكوا مع بعضهم، فاكتشفت إنه مش حكيم مع بعضهم. طبعا هذا بيجي من يمكن لأنه القضاء بفضل دائما الصمت. فالحركة والسكون حسيت لأنه الإعلام ما بيهدى، بضل يتحرك، والقضاء لأنه ساكت بشكل كثير كبير. فخلقنا هاللعب اللفظي يعني بالمطلق، بس هو المعنى مش لللفظ، انه بيقولوا باللغة العربية بالقاعدة منع الالتقاء الساكنين، بينما هذا مش ساكن لانه الاعلام متحرك ففيهم يلتقوا، فخليتهم يلتقوا. ومش بس بمرجع اكاديمي، في قراءة ممتعة. القسم الاول هو نوع من دراسة غير مسبوقة بكل تواضع، لانه اكتشفت انه ما في مراجع حولها، هي كيف تم تطور القضاء من بدء البشرية لليوم. تاني فصل هو كيف الإعلام تلاقى مع القضاء على مدى العصور، وبعدين فتنا بكيف لازم القضاء يتواصل وعملنا له استراتيجية تصبت على كل قضاء في كل دولة في العالم. والاسم الأخير من الكتاب هو قائم على جمع أهم محاكمات في العالم يلي طبعت تاريخ البشرية. يعني بعطيك مثلا مثل اغتيال كينيدي، مثل موضوع محاكمات نورنبرغ بالحرب العالمية الثانية، وصولا لصدام حسين، وانتهت بالشهيد الرئيس رفيق الحريري. وعملنا نوع من مقارنة ومقاربة بين الإعلام وبين القضاء، بمعنى لو تكنولوجيا العصر يلي اليوم نحن بنتمتع فيها، إن كان السوشيال ميديا، إن كان الفورنزيك أو الأدلة الجنائية الجديدة، الداتا الاتصالات الآخرية، تخيلي هول لو كانوا موجودين مثلا بالعصر الماضي لما صارت هالمحاكمات. فعملت نوع من خيال علمي، وقعدنا زيارة هالمحاكمات وشفناها بطريقة سردية قصصية مهضومة. هلا أنا بعز علي شغلة بعتز فيها، إنه هالبرنامج اللي بحبه كثير ومارسال هو أكثر واحد دليل على نجاح زواج القضاء من الإعلام، لأنه مارسال قانوني وشفت شو عمل بالإعلام وبعده مكمل. فحطيت هالعلاقة التواصلية ما بين اثنين، وبعتقد رح يكون في إضافة بالموضوع المكتب القانوني بقدر ما رح يكون إضافة على المكتب الإعلامي. رح يتم توقيع الكتاب بالثامن من نيسان ابتداءً من الساعة 4:30 بفندق البريستول.